السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السادس مدارس الأحساء العالمية، أتمنى من الله أن تكونوا في خير صحة وفي خير حال. لنا لقاء جديد مع درس جديد من دروس مادة لغتي، ودرس اليوم هو درس يتعلق بدروس درسناها قبل ذلك، فهيا بنا لنتعرف عليه. درسنا فيما سبق المشتقات، وقلنا أن المشتقات هي أسماء تشتق من فعل من الأفعال الثلاثية وغير الثلاثية. هيا بنا الآن نحدد نوع المشتقات التالية. الكلمات التي أمامنا: كاتب، محمود، رجوعا. هذه الكلمات كلها عبارة عن مشتقات. فكلمة كاتب، ما نوع المشتق الذي أخذت منه؟ هي اسم فاعل، لأنها أخذت من الفعل كتب وجاءت على وزن فاعل، فهي اسم فاعل. أما الكلمة الثانية وهي كلمة محمود، ما نوع المشتق الذي درسناه؟ أحسنتم، محمود على وزن مفعول، فهي اسم مفعول من الفعل حمد. رجوعا، أحسنتم، رجوعا هي مفعول مطلق اشتق من الفعل رجع. إذن المشتقات هي أسماء أخذت من أفعال. هيا بنا نرى ما هو درس اليوم. درس اليوم هو أحد المشتقات، وهو اسم الزمان واسم المكان. اسم الزمان واسم المكان. إذا نظرنا إلى الصورتين اللتين أمامنا الآن، فالصورة الأولى كما نرى ملعب لكرة القدم، والصورة الثانية فيها الشمس تطلع. إذا وضعنا جملة للصورة الأولى وقلنا النادي ملعب الشباب، النادي ملعب الشباب، وفي الصورة الثانية قلنا مطلع الشمس في الصباح، نرى أن كلمة ملعب هنا قد دلت على المكان الذي يلعب فيه الشباب، ولهذا نسميها اسم مكان. إذن كبداية اسم المكان يدل على مكان معين، ككلمة ملعب، ككلمة مسجد هو مكان للصلاة وهكذا. وكلمة مطلع هنا دلت على وقت طلوع الشمس في الصباح، لذلك تسمى اسم زمان. إذن درسنا اليوم يتحدث عن اسم المكان واسم الزمان. لو رجعنا إلى كلمة ملعب التي قرأناها قبل قليل، لوجدناها أنها أخذت من الفعل لعبة، أخذت من الفعل لعبة. وكما تعلمنا في الميزان الصرفي أن الفعل في اللغة العربية ثلاث حروف يقابلها على وزن فعل، تقابلها على وزن فعل. فالحرف الأول يسمى فاء الكلمة، والحرف الثاني يسمى عين الكلمة، والحرف الأخير هو لام الكلمة. فكلمة ملعب أخذت من لعبة. ماذا حدث لها؟ هي على وزن فعل، أضفنا لها ميما مفتوحة فصارت ملعب، صارت ملعب. إذا نضيف هذه الميم الذي أضفناها على كلمة فعل أو فعل لتصبح هذه الكلمة على وزن مفعل. إذا تعلمنا الآن أن اسم المكان هو ملعب، كما قلنا في الصورة السابقة ملعب اسم مكان يدل على مكان، وكان مأخوذ من الفعل لعبة وهو على وزن فعل، وعند إضافة الميم للميزان الصرفي اللي هو وزن فعل صارت على وزن مفعل. إذا لاحظنا الآن أن ملعب على وزن مفعل. هيا بنا نرى كلمة مطلع. مطلع أخذت، أحسنتم، من الفعل طلع، أخذت من الفعل طلع، وطلع كما تعودنا ميزانها الصرفي توزن على كلمة فعل. فإذا أضفنا لها الميم في أولي صارت مطلع، ومطلع أيضا على وزن مفعل. إذن اسم الزمان كان على وزن مفعل هو كذلك، واسم المكان ملعب كان على وزن مفعل. من هنا نستطيع أن نقول أن اسم المكان هو اسم مشتق، ككلمة ملعب اشتقت من الفعل لعبة لتدل أو ليدل على مكان حدوث الفعل، المكان اللي وقع وحدث فيه الفعل. أما اسم الزمان هو اسم مشتق أيضا، ككلمة مطلع اشتقت من الفعل طلع لتدل على زمان حدوث أو وقت حدوث الفعل. وكأننا نجيب هنا على سؤال بأين، ونجيب هنا على سؤال بمتى. هيا بنا نتعلم الجديد في درس اليوم. المكان الذي ندرس فيه يسمى
يسمى مدرسة. أحسنتم. والزمان الذي تشرق فيه الشمس يسمى مشرق. أحسنتم. أما المكان الذي نسكن فيه فيسمى، أحسنتم، يسمى مسكن. نبحث عن كلمة تبدأ بميم مفتوحة تدل على ما نريده. الزمان الذي تغرب فيه الشمس يسمى ميم مفتوحة، مغرب الشمس. إذا الكلمات السابقة نجد أنها على وزنين، فكلمة مسكن كانت على وزن مفعل، وكلمة مغرب كانت على وزن مفعل. إذن هذين الوزنين مفعل ومفعل هما وزني اسم المكان واسم الزمان، على وزن مفعل وعلى وزن مفعل. فالدراسة حدث جرى في مكان محدد هو المدرسة، فالمدرسة اسم مكان دل على المكان الذي تحدث فيه الدراسة. فائدة لابد أن ننتبه إليها. واحد فيكم يقول لي: يا أستاذ، كلمة مدرسة قبل قليل ليست على وزن مفعل، هذا دراسة فعل والميم، من أين جاءت التاء المربوطة؟ نقول: استعملت العربية بعض الكلمات من أسماء الزمان والمكان مزيدة بالتاء، مثل كلمة مزرعة، الفعل زرعة وأضيفت له ميم مفتوحة والتاء المربوطة، كذلك مطبعة، كذلك كلمة مكتبة، كذلك كلمة مدبغة وهي ما يدبغ فيها الجلود. إذن قد تأتي تاء في آخر اسم المكان أو في آخر اسم الزمان، وهذه التاء مزيدة وأصلها مدرس ومطبعة، لكن استعملتها العربية بإضافة هذه التاء. سؤال يتبادر إلى ذهننا: كيف أحدد اسم الزمان والمكان؟ عندي جملتين الآن، كلاهم فيهم كلمة ملعب، هذه الجملة فيها ملعب وهذه الجملة فيها ملعب. ملعب المباراة في النادي، وهنا ملعب المباراة أيضا في الساعة السابعة، أي منهم اسم زمان وأي منهم اسم مكان؟ كيف أحدد ذلك؟ أولا، كيف حددت يا أستاذ أن هذه اسم الزمان أو اسم المكان؟ أبحث عن كلمة تبدأ بميم مفتوحة، وفي الأغلب هي من 4 حروف إذا حذفنا التاء المربوطة، إذا كان فيها تاء مربوطة. ملعب المباراة في النادي، هل هي تدل على وقت ولا على مكان؟ ملعب المباراة مكانه أين؟ إذا سألت بأين وقلت أين ملعب المباراة؟ النادي، والنادي مكان. إذن هنا كلمة ملعب اسم مكان. ملعب المباراة في الساعة السابعة، إذا سألت قلت أين ملعب المباراة، هل يجوز أن أقول في الساعة السابعة؟ لا، أين. إذن أين هذا اسم زمان. إذن كيف أحدد؟ أبحث أول شيء عن كلمة تبدأ بميم مفتوحة مكونة من 4 حروف، وإذا دلت على مكان فهي اسم مكان، وإذا دلت على زمان فهي اسم زمان، حتى لو كما ترون الآن نفس الكلمة ملعب وملعب، ودلت في مرة على اسم مكان ومرة على اسم زمان، وهذا يعود إلى سياق الجملة التي جاءت فيها. لهذا يا شباب يجب علينا أن نطبق ما فعلناه الآن، من أن قد تأتي كلمة تصلح أن تكون اسم زمان، وقد تأتي أيضا تصلح أن تكون اسم مكان. هنا مبدأ سباق الدراجات الطائف، وهنا مبدأ العام الهجري شهر المحرم. أيهما يكون اسم زمان وأيهما اسم مكان؟ أحسنتم. مبدأ على وزن مفعل، وهي دلت في الجملة الأولى على اسم مكان، أحسنتم، وفي الجملة الثانية دلت على زمان، وشهر محرم هو زمان بداية العام. من هنا نجد أن من سياق الجملة نستطيع أن نحدد هل الكلمة اسم زمان أو اسم مكان. لذلك يأينا أن نقرأ الجمل الآتية ونستخرج اسمي الزمان والمكان، ثم نبين وزن كل كلمة والفعل الذي اشتقت منه. الجملة الأولى في المجموعة ألف: الأربطة ملجأ المسنين المحتاجين. قلنا نبحث عن كلمة مكونة من 4 حروف تبدأ بميم، أيهم أربح هذه؟ أي نعم، ملجأ هي اسم المكان، ملجأ فعلها لجأ، هي على وزن مفعل كما قلنا، اسم المكان إما على وزن مفعل أو مفعل، هنا ملجأ جاء، إذا مفعل. الفعل الماضي لجأ، هيا نحوله لمضارع، نضع ياء المضارعة تصبح يلجأ، لجأ وضعنا الياء أصبحت
يلجأ. هيا بنا نرى المثال الثاني. أقفل الحارس باب مكتب المدير. أستاذ، هنا عندي كلمة مدير وكلمة مكتب، لكن هنا الميم مضمومة وهنا الميم مفتوحة. أحسنت، هي كلمة مكتب هي اسم المكان ووزنها مفعل، والفعل منها الماضي كتب. نحذف الميم، احذف الميم بس، إذا حذفنا الميم نجد أنها جاء بالفعل الماضي. احذف الميم هنا واحذف الميم وطبقها فيما سيأتي. كتب والفعل المضارع منها يكتب. ذهبت إلى المدرسة لأتعلم. أحسنتم، اسم المكان هنا هو كلمة مدرسة، وإذا حذفنا الميم سيكون عندي درسة، قلنا أن التاء المربوطة هذه زائدة، إذن درسة بس هي الفعل، والفعل المضارع يدرس. هذا في المجموعة ألف. إذن نرى اسم المكان في هذه المجموعة. في المجموعة باء، اصطحب الخليفة عمر بن الخطاب الشيخ اليهودي إلى منزله وأكرمه. أين اسم المكان في هذه أو في هذا عفوا هذا المثال؟ نجد أنه كلمة منزل، وهي على وزن مفعل، هنا كسرت العين، مفعل، والفعل الماضي منها كيف نأتي به؟ احذف الميم تصبح نزل، حولها إلى مضارع، ضع الياء تصبح ينزل. جلس الجد بين أحفاده في المجلس. المجلس هنا مع حذف الأل تصبح أربع حروف وهي اسم المكان، ثم نزنها مجلي لي، إذن اللام مكسورة فتصبح مفعي مفعل، وأخيرا الفعل الماضي جلس والمضارع منه يجلس. إذن هنا جاء اسم المكان على وزنين، في هذه الأمثلة جاء على وزن مفعل، وفي هذا المثال جاء على وزن مفعل. هيا بنا نكمل الإجابة عن هذا الجدول، ولكن في هذه المرة سنحدد اسم الزمان. استيقظت قبل مطلع الشمس. أين اسم الزمان؟ سهلة، كلمة مطلع، احذف الميم لتأتي عفوا وزنه مطلع، اللام مفتوحة، إذن هو على وزن مفعل، والفعل الماضي احذف الميم تصبح طلع، والمضارع منه يطلع. منضج الطعام بعد ساعتين. منضج وساعتين، منضج هنا دلت على وقت، متى منضج الطعام؟ بعد ساعتين، إذن هي اسم زمان ووزنها منضى، الضاد مفتوحة فهي على وزن مفعل، والفعل الماضي منها نضج، والمضارع ينضج. مرجع والدي من السفر بعد يومين. مرجع هي اسم الزمان وعلى وزن مفعل وكسرت العين هنا، والفعل الماضي منها رجع، والمضارع يرجع. منبت العشب فصل الربيع، هي هنا فعلا هذا اسم الزمان وعلى وزن مفعل، ونبت الفعل الماضي منها والمضارع ينبت. إذن نرى من هنا أن اسم الزمان واسم المكان يأتيان على وزنين، الوزن الأول هو مفعل بفتح العين، والوزن الثاني هو مفعل بكسر العين. متى نستخدم مفعل بفتح العين ومتى بكسر العين؟ يقول لك إذا كانت عين المضارع، وقلنا أن العين هي الحرف الأوسط، كهنا يذهى، الهاء هنا مفتوحة، في هذه الحالة يأتي على وزن مفعل، فكلمة مذهب على وزن مفعل. أو كانت عين المضارع مضمومة ككلمة يأكو، الكاف مضمومة، أيضا تأتي على وزن مفعل ككلمة مأكل. أو معتل اللام يعني آخره حرف علة، يلهو، فجاءت على وزن مفعل في كلمة ملها. متى تأتي على وزن مفعل؟ إذا كانت عين المضارع مكسورة أو كان معتل الفاء يعني أول حرف حرف علة. إذن لأسهلها عليكم احفظ هذه فقط. متى تأتي على وزن مفعل؟ إذا كانت عين المضارع مكسورة، عينها في الفعل المضارع مكسورة، ينزي، الزاي مكسورة، أو كان معتل الأول، أول حرف فيه حرف علة كوثقة، لابد أن تأتي على وزن مفعل. احفظ هذه والباقي يكون على وزن مفعل. إذن يا أستاذي هناك فائدة هامة لمعرفة اسم الزمان والمكان.
إذا جاءني في قطعة أو في جملة وقال لي حدد اسم الزمان وحدد اسم المكان. ما هي الفائدة الهامة؟ كيف نعرفها يا أستاذ؟ علمني يا أستاذ. نتذكر أن كما قلنا قبل قليل اسم الزمان والمكان يكون من 4 أحرف، ولا بد أن يبدأ بميم مفتوحة. هذا في حالة وجود ال، نحذف ال للتعريف. أيضا وعلامته عند حذف الميم نجد فعلا ماضيا ككلمة مسجد، احذف الميم يحدث لك الفعل الماضي سجد. واسم المكان أكثر استخداما في اللغة من اسم الزمان، ستجد أن اسم المكان يتكرر أكثر أمامك أكثر من اسم الزمان. هيا بنا يا شباب نطبق على ما درسناه قبل قليل. ذكر لهم أن مولده في شهر ربيع الأول، وردت كلمة مولد هنا اسم زمان لأنها دلت على شهر الربيع، وقت ميلاده دلت على وقت حدوث الفعل. نريد أن نحولها في جملة إلى أن تكون اسم مكان، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ضع مكانا. ها أحسنتم، مكة المكرمة. هنا تحولت كلمة مولد من اسم زمان في هذا المثال إلى اسم مكان بسبب ورود مكان بعده. هيا نكمل. أضع بدل الفعل في الجملة الآتية اسم زمان واسم مكان مناسبين بعد حذف ما أراه لازما مستعينا بالمثال. هيا بنا نفهم. في المثال يقول في الطائف تسكن أسرتنا، نريد أن نحذف الفعل المضارع ونستبدله باسم زمان أو اسم مكان. طبعا هنا في الطائف مكان، إذا مسكن هنا مكان، حذفناها وأصبحت الطائف مسكن أسرتنا. النادي يلتقي فيه الطلاب، هيا بنا نحول هذا النادي اسم مكان، النادي ملتقى الطلاب. الحصن يلجأ، سنحذف الياء ونضع بها بدلا منها ميم مفتوحة وتصبح ملجأ الجيش، سنحذف يلجأ إليه كلها. وهنا النادي أيضا ملتقى، نحذف يلتقي فيه وتصبح النادي ملتقى الطلاب، وهنا تصبح الحصن ملجأ الجيش. الربيع تنبت فيه الأزهار، صحراؤنا نستخرج منها المعادن، في الفجر تهبط طائرة الحجاج. الربيع حذفنا التاء وأصبحت منبت الأزهار، نحذف تنبت فيه الفعل وما بعده من حرف جر. صحراؤنا مستخرج المعادن، في الفجر مهبط طائرة الحجاج. إذن ليحول الفعل المضارع إلى اسم زمان أو اسم مكان، احذف مضارع تاء المضارعة أو ياء المضارعة أو الحرف الذي يدل على الفعل المضارع واستبدله بميم مفتوحة، ستجد عندك اسم زمان أو اسم مكان. أتمنى من الله أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وأرجو أن تكونوا في صحة وعافية، ولكم مني التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجب اليوم هو كتاب الطالب صفحة 170 و171.